على يساري اخونا ابو مجدي مبروك، وعلى يميني البروفيسور ابو اياد اخونا محمود معاري. فندل على شيء بدل انه الحمد لله بلدنا بخير ومفخره، يعني انتم اليوم مفخره لكل سخنيني لكل عربي. وانا من هنا بتوجه عن جد لاقامه مركز تربوي ثقافي، اي مركز اللي انتم تكونوا النواه، انت يا اخونا يا دكتورنا يا ابن بلدنا يا سفيرنا اللي كنت في بير زيت عند اهلنا واخوتنا في السلطه الوطنيه الفلسطينيه، انت اللي اعطيت كل عمرك عشاننا، عشان شبابنا، عشان وجودنا، عشان اسمنا، عشان نحافظ على اسم هذا البلد في كل مكان. فيا ريت انتم تكونوا النواه لاقامه اي مشروع ثقافي تربوي، اللي في نهايه المطاف انتم دائما تكونوا لنا المنارة اللي كيف شبابنا دائما يعطوا. وفي نهاية المطاف لمن الإنسان بيعطي الله سبحانه وتعالى بعيد هذا المردود بالشكل الإيجابي وبشكل اللي بيرفع من اسم هاي البلد. فأخي وحبيبي وابن بلدنا اسم هاي الوجوه الطيبة اللي الحمد لله، يعني هاي الوجوه اللجنة الشعبية زائد بلدية سخنين بتمثل كل، بدناش نقول أحزاب، بدناش نقول عائلات، كلياتنا جسم واحد، عيلة واحد كبير اللي اسمه سخنين. أجينا عبيتك العامر نقول مبروك لإلك، مبروك لإلنا، مبروك لكل عربي في هاي البلاد. وأفكر أنتم بتبعثوا رسالة واضحة أنه الإنسان العربي الحمد لله رغم كل الصعوبات وقادر على أنه يسوي المعجزات، لأنه العقل العربي الحمد لله موجود وأثبتته، مش لإلنا، أثبتته لكل واحد شكك في قدرتنا أنه إحنا اليوم قادرين الحمد لله نسوي المعجزات. فباسم هاي الوجوه الطيبة بنقول لك بروفيسور أبو إياد شكرا لك، شكرا على عطائك، شكرا على اهتمامك، حتى لما أنت كنت في جامعة بيرسيت كنت دائما معنا وإحنا معاك. فيعني اختيار أبو مجدي قبل حوالي شهر ونص، مزبوط أبو مجدي، اختيارك رئيس مجلس التربوي يدل على شيء أخرى مرة، بدل إنه ما أخذناش مني ولا من واحد، ما حداش عمل لنا معروفيه، انما تستحق هذا اللقب. فمبروك لك، مبروك لكل سخنين، وطبيعي بعطي المجال للاخوه لكل واحد بده يزيد، بس انا اخرى مره بشد على ايديك وبقول لك يا ريت اخي محمود. اهلا وسهلا. الحمد لله هذا الفكر الكبير والنواه هاي تطلع من هذا البيت، انت واخونا ابو مجدي، واحنا بنكون جنود وراكم لاي شيء بتشوفوه اللي بيقدم من مكانة هاي البلد. يعطيك العافية. أولا فعلا أنا أهنيك على حصولك على بروفيسور في البداية، وهذا مفخرة إلنا لسخنين ولكل إنسان متعلم. والشيء الثاني فعلا يا أستاذ محمود، إحنا صرت مشغل منصب سفيرين، السفير الأول كنت تمثل سخنين في بير زيت في السلطة الفلسطينية، والآن تمثل سخنين في مركز آخر عرب إسرائيل في إسرائيل في بالنسبة للتربية والتعليم برفقة ومساعدة الأستاذ محمد علي. فأستاذ أتمنى لك التوفيق والنجاح والله يوفقك، وإحنا فخورين بيك وفي أمثالك، وإنت إن في قلبنا يا أستاذ، وأهل سخنين بتشد على إيدك والله يوفقك وإلى الأمام. أهلا وسهلا. وهذا فخر لنا انك انت تكون ابن سخنين، وكمان فخر اني انا بنت هاي الحاره انه نصل لهيك مراكز. في الصباح كان عندي الطالب الدكتوراه وليد شلاطه وعم بقدم بحث. الامان يعني في كثير طلاب اللي هن اليوم عم بحاولوا يوصلوا هاي الابحاث يصلوا ياخذوا الدكتوراه، ولكن هاي الابحاث جدا جدا مهمه. يعني عمليه تبني مجموعه من هذول الدكتورانتر اللي هن ممكن يعملوا هاي الابحاث وتكون مرجعيه لنا كعمل اهلي، لانه اليوم احنا صوت الناس، يعني بالاخر احنا بنوصل هاي المشاكل تبعت الناس لذوي الشأن، وعشان نصل لهي المشاكل وهي الاحتياجات تكون مهنيه جدا، مفروض انه المرجعيه كمان تكون مهنيه، ومن هون المفروض انه هاي المرجعيه تكون اكاديميه. فهذا توجهنا لكم وكمان لابو مجدي لكل الاخوه اللي بوصلوا لهي المراكز، تعالوا تبنوا واحضنوا هذول الشباب واحضنوا هاي الابحاث اللي هن عم بيعملوها واللي هي مرجعيه لنا ولكم ولتقدمنا وتقدم اولادنا. الف مبروك باسمي باسم كل كل اهل سخنين، باسم كل اهل سخنين. اهلا وسهلا. اثنين في مراكز حساسه من الشكل،
وأعتقد إنه هاي نواة حلوة جدا تسمعوا دعوة الأخ مازن غنايم جدا مهم يكون لنا مجلس تربوي هيكل لخال تربوت هيكل شو بيسموه بيت ثقافي كبير قوي الإبادية لازم تطبق وتعملوا هاي سريع جدا لأنه فش عدوا ولا شيء فش عدوا ولا حسب رأيي أجل الوقت بفيها اثنين محترمين جدا مقدرين ومقبولين أنتوا على كل سخنين أبدا على كل سخنين مقبولين والبلدية أنا بعرف أنه هي مستعدة تمشي بهاي الطريق ف يومين طلع في الجرايد أنه قديش نسبة الناس المؤيدين لفكرة الحكم الذاتي الثقافي في الداخل وطلع أنه تقريبا 82% مع هاي الفكرة في من شعبنا فبنقبل من خلال الدائرتين اللي انتم موجودين فيهم انه نطور هاي الفكرة ومن خلال وجودكم بسخنين ووجود وناس كمان في سخنين اللي بدهم يطوروا هاي الفكرة تكون النواة الاولى لتحقيق اي مناصب معينة لا سمح الله انا بعرف انه بوجود ابو اياد كيف حكى ابو مازن ابو محمد والاخوة كمان ابو مجدي علينا مسؤولية كبيرة كلياتنا وبالذات عليكم قضية إنه منهجنا التعليم العربي إنه صدر الأرض صدر الأرض نعم إنه بنقاوم نعيد الأرض بنقاوم ولكن صدر الهوية لا وزير يعني التربية والتعليم اليوم عندنا عند المشكلة بحرفين كلمة الإن كلمة النكبة وإذا خدناها للإنجليزي كلمة النراتيف الرواية يعني ما كلمة حرف الإن صار عنده مشكلة معينة إحنا تاريخنا الأدب العربي لازم يعلم دياناتنا كلياتها لازم تعلم التاريخ الفلسطيني لازم يعلم لا يمكن انه جهاز صادر روايه شعب ثاني فاحنا يعني على امل كبير وشعبنا معاكم انه بالفعل ناضل حتى مناهج التعليم تتغير وما تكون مناهج اللي فيها مصادره لريتنا الى امام يمكن يغيروا الوضع انت عملك فيهم مع انه تركيبة لجنة المتابعة يعني في عليها كثير نقاش من أيام زمان وأشك إنه في يوم من الأيام تقدر بهاي التركيبة الحالية إنه تقدم إنجاز بالفعل اللي يكون مهم ومصيري بالنسبة للثقافة العربية في الداخل إن شاء الله الوضع بتغير وإن شاء الله الأستاذ أبو إياد وأبو مجدي بيساهموا في هذا التغيير احنا مخدمين يعني على مواجهة عنيفة على كل الأصعدة مع هذا النظام الموجود هون من ناحية سياسية من ناحية اجتماعية وبالأساس من ناحية ثقافية ومن ناحية التعليم وبتأمل ان نكون على قد المستويات التحدي ومبروك لكم يعني فكرني قال لي بتعرف شاب اسمه محمود معاري كنت سامي أنا من هاي سألت عنه شاب أنا من سخنين شايف متذكر بعد متذكر رحت عنده طلعت متى وخدت حتى الوظائف اللي كان قدمها لنفس البروفيسور من هذاك الوقت تشجعت وكملت وأخذت الماجستير أنا رجعت على سخنين وكمل في فهذا من وقتها من 77 أنت أهل لهذا المنصب وأتأمل إن شاء الله لك النجاح والتوفيق شكرا شكرا هو مجدي بعدين أنت أنا من تعرف أنت بتخدم سلك التربية حتى من 30 سنة وبتعطي بالعطاء العمل الجماهيري وبعرف قديش قدراتك بعرف حتى في كل لجنة القطرية كانت قدرك وتحترم بها إلى الأمام بس أنا بحكي مراحل يعني الجانب الإنساني اللي هو فيه يعني بحكي عن سنوات الثمانين قبل حوالي 30 سنة اللي هو كان لما يشوف أي شاب من سخنين جامع موجود هناك كان يتبناه يعني الوضع انه كان لازم يجره على البيت ويقعد عنده ويغديه ويعشيه ويظل يعني متابع مسيرته وكان يسأل عن كل جامعي موجود في سخنين ليظل هناك يظل يعني يطور كل هاي الاساليب بارك الله فيك هذا جانب الاساليب ابحاث عم يفوتوا في التعليم عشان يغيروا الوضع الموجود وعشان هيك لازم احنا طبعا نشوف هاي الافكار والعقول الموجوده في المجتمع ونستعملها لصالحنا ونعمل فيهم شيء مش يروحوا يدرسوا ويخلصوا وبعدين ما يعملوا يعني يكون في عندنا مجالات شغل لانه اللي بتعلم احنا عارفين بتعلم علوم اجتماعيه
صعب كثير يكمل، بس هم عندهم عقول وعندهم الإرادة إنهم يغيروا. بس إحنا نفتح لنا الطريق. فحلو هاي يعني إنه في هاي اللجنة الموجودة وفي قيادة تعرف تلاقي هاي العقول وتلاقي الناس عشان نغير. والناس حابة، الناس الجيل الجديد عندهم وعي وحابين يعملوا الشغلة، فإن شاء الله يعني عن جد نجمع هالناس مع بعض عشان يشتغلوا مع بعض. رؤساء السلطات المحلية، ما فقط رؤساء السلطات المحلية، لجنة متابعة قضايا التعليم هي لجنة مهنية. في كان مشكلة إنه إحنا في المناهج اللي حكيته وكتب التدريس إنه الوسط العربي إحنا محيدين، إحنا مبعدين. ففي في السكرتارية التربوية اللي تضع أهداف التعليم واللي تضع ماذا نريد من الطالب، كيف نربي الطالب العربي واليهودي، لا يوجد أي ممثل عربي. فنشأت فكرة لدينا لدى لجنة متابعة قضايا التعليم أن نقيم جسم موازي وليس بديل، وإذا بدنا يسموه بديل يكون بديل. ولذلك قبل سنتين انبثق أو بدرنا لتشكيل المجلس التربوي اللي كله أكاديميين، ما في انتماء، ما فيش اعتبارات حزبية، وكانت تطوعا أيضا كلهم ونشرت في الصحف إنه كل واحد بده يتفضل يرشح نفسه. وأنا أشرت يعني بحكم سيد محمود وعيلته هني جيراننا، يعني إذا بتعرفوش بعد في بيت عندنا بالدار عند أمي هناك لحد اليوم اسمه بيت المعارك. وين الزيتات؟ بيت المعارك. وين الكذا؟ بيت المعارك. ما زال بس لأنه جارك ولا لأنه مهني؟ لأنه جاري أولا ومهني أولا كذا، ولكنه فيها عناصر طيبة تخدم مجتمعها أولا هون في سخنين ثم على مستوى الوسط العربي. وهذا يعني لا أنا بعتبرش أنه هالقد وظيفة، بس أنا بعتبرها هاي شهادة وسام تقدير لسخنين ولمثقفين سخنين. وفي بالنسبة للتقاعد أنا أشرت فكرة أنه دعونا نقيم منتدى للمتعلمين للمتقاعدين. أنا بقول دعونا نقيم مركز أو منتدى لكل المثقفين في سخنين، مش بس للمتقاعدين، ومن هون نشمل أصحاب الدكتوراه والأم إيه وغيره، ومستعدين أنه يكون مركز مش بس هاي، بيكون مركز أبحاث ومركز استطلاعات الرأي، ونكون إحنا نواة بيت ثقافي إيش بدنا نسميه. أهلاً وسهلاً يا إخوان، شرفتونا، غمرتوني المزبوط بلطف. شو أنا ما بستحق كل هالثناء اللي أنتوا ذكرتوه، يعني كان في كلامكم كثير مبالغة. أنا مثلي مثل بقية الناس يعني. فأهلا وسهلا بي. أنا أدرك أنني أقدم على مهمة صعبة، يعني رئيس المجلس التربوي، يعني لا أعتبره منصبا أو وظيفة بل عمل تطوعي. وأدرك أن هذا حمل مزبوط، خصوصا في هذه الظروف التي نعيشها حيث تتعزز العنصرية كل يوم. يعني كلياتنا بنسمع مثلا في العشر سنوات الأخيرة كل شهر شهرين في عنا يا أبو مجدي.